أشرف الشهاوي مزارع بقرية ديو الوسطى، بيزرع فول الصويا والأرز، ولكن بيستخدم المركبات الحيوية والكيماوية. هو بيقول عشان قلبي يطمن. تعالوا نتعرف عليه. حاج أشرف الشهاوي، بنزرع حيوي رز وذرة. رز وذرة، الذرة للثروة الحيوانية والرز احنا عشان ناكله. تمام. خلي بالك، ثروة حيوانية يعني لحمة ولبن. تمام. صح ولا لا؟ تمام. برضو لينا. تمام. يبقى انت راجل خايف على صحتك. تمام. عايز اسمع منك، ليه بتزرع حيوي ومن امتى وعرفته ازاي وشمعنى المركبات دي تحديدا؟ بقالنا 7 سنين بنزرع حيوي عشان بيزود اللبن وبيزود الانتاجية، والذرة طبعا بنزرعه بيبقى حاجة حلوة وبوفر السماد وببقى كويس وكده. يعني بيوفر لك؟ بوفر كتير طبعا. ازاي بوفر؟ طبعا بدل ما احط 5 شكاير كيماوي بحط شكارتين. لو قلت لك نجمد قلبنا ونزرع كله حيوي هتقولي لا؟ لا طبعا طبعا، حاجه موفره وحاجه حلوه وحاجه عظيمه ومنتج حلو ومنتج. طب الانتاج بيتاثر؟ لا 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 طبعا. بتزرع حيوي؟ لا 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 طبعا، ده بيزود اللبن كمان. ازاي؟ اشرح. بيزود اللبن، بيخلي الخضره جميله وزرقه والبهيم بياكل وبيزيد لبن وبيزيد حيويه وبيزيد في جسمه كمان.